بدري. ايه حلو انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ اه نسيت خلاص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول ولا بتاع كده برضه. شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارمي بره المحل زرقاء الكلاب. حط صوتك يا صفوان الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل تلات حاجات، شرف، امانة، يكون ذكر. اللي فيه التلات حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع انت شايل كده؟ ما تخافيش متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. أنا مقدرة اللي أنت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. أنا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. أنت أول راجل يلمسني.
انتوا الثلاثه يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذه؟ مفيش ولا واحده فينا كانت تعرف، كل واحده فينا كانت فاكره ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس، ولا واحده فيكم حست؟ قولي يا هبه، ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا، انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائل، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصايه. ومين اللي ماسك العصايه بقى، القرد ولا القرادات؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه كشفت ازاي؟ ازيك يا غاليه يا بنت الغاليين، اتدورتي؟ ردودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده انلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني؟ يا صفاء عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المديريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيما. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قول لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايفه انه عايز لقطه، اتجوزي انت. طب نفهم ليه؟ يا بنت ده احنا اخوات وحريم زي بعض، ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك نستفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد جختي اللي انت ماسكه فيه ومتبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك ان هو يتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه 1000 مره. حلال عليكي، لو ردي بيكي خدي.